هل تعتقد بأن هذه الخطوات الأوكرانية والإجراءات التي يتحدثون عنها ستؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبين أوكرانيا؟ هل تعتقد ذلك؟ نعم، هناك حديث جاد من كلا الطرفين عن ذلك، فكلتا الدولتين يلوحان. رئيس وزير الخارجية في أوكرانيا لوح بذلك. سنرى ما إذا كان هذا الأمر سيتواصل. إذا بدأت العقوبات فربما فعلا يستمر الأمر إلى قطع هذه العلاقات الدبلوماسية. هذا سيؤذيهما فقط. إيران لا تكترث بذلك. لقد رأينا انفصال الشرق عن الغرب الآن. رأينا هذه الدول الآن. وأضيف إلى ذلك لديك أعتقد رئيس جنوب إفريقيا منذ بضعة أيام كان منزعجا حول مساندة روسيا ضد أي عقوبات للولايات المتحدة. هذه الدول الآن تغير تركيزها تماما باتجاه آسيا. هذا ما نراه يحدث. الدول في إفريقيا نراها الآن ترى الصين وروسيا أو الصين وهي تحدث تغييرات كبيرة في هذه الدول، وكذلك حتى في أمريكا اللاتينية والتي ستسبب انفجارا كبيرا للدبلوماسية الأمريكية، لأنه إلى حد الآن هناك مجالات صغرى في العالم فيما يتعلق بهذا التأثير. وأعتقد بأن هذا آخذ في الانقراض، لأن هنا مثلا في الأرجنتين وفي المكسيك ربما ترغب في الانضمام إلى البريكس أيضا، وهذا أمر جسيم. وإيطاليا طبعا كانت إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي ترغب في الانضمام إلى أو انضمت بالفعل إلى مبادرة الحزام والطريق، وربما تعيد التفكير في ذلك، ولكنها ربما تستفيد على المدى الطويل من البقاء مع مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة صينية. ورأينا هذه المبادرة وهي تتواصل وتتمدد وتتوسع الآن. فإذا هناك تحول كبير يجري الآن عبر الوقت في العالم، وهو يحدث يوما بعد يوم، وإنما لا يكتب عنه الكثير في الغرب، لأن هذا مناقض لما ترغب الولايات المتحدة في أن توضحه، والإعلام الآن تحت تحكم الحكومة الأمريكية، فهي إذن لن تظهر هذه الأمور التي لا تريدها الولايات المتحدة.